واحد التافه قال مؤخرا في واحد من لايفاته، علاش يروحوا للروس؟ عند من يروحوا؟ عند لي بي سي تاع الحومه ولا من عند حميد كلافيها يقولوا اعطيني 3 طيارات سوخوي وزوج تاع لي شار. عندكم كوامن ودي شار وطيارات تحتاج الى قطع غيار، عندك بطاريات دفاع واسلحه تحتاج الى ذخيره، وكل من يقولكم يجب استبدال المورد عرفوه بلي سفسطائي. شحال عندك من قطعة سلاح روسية تبيعهم في المارشي نوار ولا في لونشير ولا تصدقهم على الشعب ولا كيدير لهم؟ البيجي تاع سلاح جديد من غادي تجيبه؟ الارمي اللي غادي تعاود له التكوين من جديد على استخدام سلاح جديد، شحال يليق لك وقت؟ التنازلات اللي غادي تسنيهم للمورد الجديد واش رايحة تكون؟ دوك ما تهدرش باش تهدر. البياع تاع الزهرة بنت شوقي كان يقول باللي السلاح الروسي خردة، وأن الدبابات الروسية نقطة ضعفها في ليتورال. أثبتت الأيام بأن الدبابة الروسية دايرة تير في نادراتها من طراز ليوبارد وبرادلي الألمانية والأمريكية، وأوكرانيا أصبحت مقبرة لعربات الناتو. أثبتت الحرب في أوكرانيا بأن هيليكوبتر التمساح هي الوحيدة التي استطاعت التحليق من دون ديل. أثبتت هذه الحرب أن صواريخ الكينجل الفوق الصوتية هي خنجر في ظهر نظام الدفاع الأمريكي باتريوت. أظهر سقوط طائرة الأفساز في ساراغوسا أن كل الطائرات معرضة للسقوط حتى الفونتوم. دونك اسكو نقولوا الفونتوم خردة؟ بلا ما نهضروا على التكنولوجيا الروسية الفائقة واللي تجسد مثلا في السوخوي 57 إحدى أعظم المقاتلات في التاريخ. هذا بلا ما نهضروا على سلاح يوم القيامة بوسايدون اللي قادر يحمل 1000 ميجاطون من القنابل النووية، أقوى 100 مرة من هيروشيما، واللي قادر يمحي نصف قارة. وهذا ما يجعل خسارة روسيا بسلاح من دون حرب نووية غير ممكن، إلا إذا ربك لطف بالعالم. ومن بعد يجي الإرهابي بودرع يقول لك ربي سلكنا من القوم الكافرين على أساس أمريكا هي عقر الإسلام، واللي هي من دون شك مصنع كل الحركات الإرهابية في العالم. في الختام يا جماعة، نعم كاينة بزاف خدمة لازم تندار، ماشي بالكريبوني وبالكسكس وكرعين الدجاج اللي رايحين نخدموا قاعدة اقتصاد قوي، لكن ماشي بالبياعة والعراية اللي يخدموا التطبيع قصدا أو عن جهل اللي رايحين نبنيو بلاد. يقول لك هو ضد التطبيع وراح عند روسيا اللي هي أيضا مطبعة. نحسن عونك، حبست في المتوسط ما لحقش باش تقرا شكون هو الغرب والشرق. الكيان المستعمر لفلسطين هو رأس النظام العالمي الجديد اللي فرضه الغرب. لما تشوف بياشيل كان في ميدان في 2014 يحرض على الانقلاب في اوكرانيا، تعرف شكون الشرق وشكون الغرب. لما تفهم انزعاج الكيان من شراكة ايرانية روسية ولا مصرية روسية، تفهم هل هذا الكيان مع او ضد روسيا. وفي النهاية كل البلاد طبعا تخدم مصالحها.